التحليلية من الميادين وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية، ارتفاع حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف في غزة إلى 18 شهيدا. هل يتحرك الضمير العالمي؟ في وثيقة اليوم، التوترات الجيوسياسية وارتفاع الدولار يضغطان على الأسواق العالمية وفق تقرير لموقع أويل برايس. أي تبعات على النمو الاقتصادي المستقبلي؟ بعد اتساع الاحتجاجات ضدها، المجموعات المسلحة في إدلب وريف حلب تصاعد ضد الجيش السوري. هل فشل الجولاني في تصدير أزماته؟ ظروف كارثية ومخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ومع استمرار العدوان للشهر السادس تزداد المخاطر، خصوصا مع ارتفاع حصيلة ضحايا الجوع وسوء التغذية والجفاف، ولا سيما في صفوف الأطفال، إلى 18 شهيدا وسط تحذيرات من ازدياد الظروف الكارثية في القطاع. ماذا يأكل أهل غزة؟ ماذا يشربون؟ ماذا يتنفسون؟ أين ينامون؟ وهل ينامون؟ إذا لم يكن هذا هو طعم القهر، فماذا يكون إذن؟ رحلة قصيرة من مستشفى الشفاء إلى باحة المقابر الجماعية المجاورة قامت بها فتاة في 15 ربيعاً. وزارة الصحة في غزة أعلنت أنها استشهدت نتيجة سوء التغذية والجفاف، ما يرفع حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف في القطاع المحاصر الصامد إلى 18 شهيداً منذ 7 أكتوبر. وها هي وكالات الأمم المتحدة تقول إن معدلات سوء التغذية بين الأطفال في شمال غزة مرتفعة جداً وأعلى بنحو 3 أمثال مما هو عليه الوضع في جنوبي القطاع. إذا كان لأمريكا ثلثاؤها الكبير، فها هو الجفاف الكبير يقبض على أنفاس غزة. فما يحدث في القطاع الصامد لا يستحضر مشاهد الحروب العالمية ومآسيها وحسب، إنما يتجاوزها. وها هو مسؤول أممي يؤكد أن حجم الدمار وشدته في غزة أسوأ بكثير مما حدث في حلب وماريوبول أو حتى دريسدن وروتردام في الحرب العالمية الثانية. فهل من يسمع الرجل عندما يقول إن الأزمة الحالية في غزة تصدم ضمير الإنسانية؟ أي ضمير هذا يصدم في ظل اكتظاظ أكثر من 1,000,000 شخص في رفح مفتقرين إلى المأوى الملائم وهم فريسة المجاعة والمرض؟ وكيف هو شكل هذه الصدمة بعدما أصبح الوصول إلى المساكن أو الوظائف أو الأماكن الدينية والجامعات والمستشفيات وكل ما يجعل السكن ملائماً مسوًا بالأرض؟ وماذا يقول ضمير الإنسانية عن وجود 62 حزمة مساعدات من المواد الخاصة بحالات الولادة تنتظر السماح لها بالدخول عبر معبر رفح، كما يقول صندوق الأمم المتحدة للسكان؟ لقمة مغمسة بالقهر قد نرضى بها على مضض، ولكن بالذل ولا عمري. هاي اللحمة إيه؟ قول أنا من دولة إسرائيل بدي أحط لك لحمة. غراسيا بيتار، الميادين. هكذا هو المشهد مشاهدينا كما اختصرته لنا الزميلة غراسيا بيتار في هذا التقرير المؤثر بكل جوانبه، خاصة في اللقطة الأخيرة، الأطفال هكذا هم في غزة. زميل أحمد أو أكرم دلول مشاهدينا معنا مباشرة من غزة في التحليلية، وهو واكب أيضا هذا العدوان منذ لحظاته الأولى. أحمد، بعد 5 أشهر من الحصار والعدوان على قطاع غزة، أكرم، كيف يمكن وصف المجاعة لا سيما في شمال قطاع غزة؟ المجاعة قاسية، وربما هذا عبد الرحمن أمر غريب ومستغرب بالنسبة لأهالي قطاع غزة. أهالي غزة
وإن كانوا يتعرضون للاحتلال والحصار إلا أنهم في نهاية المطاف أبناء عز، وبالتالي ما جرى معهم في هذه الحرب يبدو أمرا كارثيا. كل الكلام يعجز عن وصفه. إسرائيل تسعى لقتل الناس هنا بعدما فشلت أمام المقاومة الفلسطينية بشتى الوسائل والطرق، تقتلهم بالطائرات، ومن لم تفلح في قتله بالطائرات تسعى الآن لقتله عبر سلاح التجويع. الوضع في قطاع غزة بالمناسبة بشكل كامل هو وضع كارثي، لكن إذا ما أردنا أن نتحدث عن شمال قطاع غزة فلشمال قطاع غزة خصوصيته. الاحتلال المعلوم أنه فصل محافظتي غزة والشمال عن محافظة الوسط والجنوب، وبالتالي بدأ يتحكم بالمساعدات التي تدخل إلى القاطع الشمالي من قطاع غزة. هناك 700,000 فلسطيني، عدد كبير منهم من الأطفال ومن المرضى ومن المسنين. هؤلاء جميعا بحثوا يعني أو ربما باتوا ينحتون في الصخر اليوم من أجل الغذاء. إسرائيل تمنع عنهم كل شيء، حتى الماء يتم منعه، وبالتالي يعني هؤلاء جميعا يتضورون جوعا على مرأى العالم أجمع. حقيقة شاهدنا صور صادمة، والمؤسف أنها تجري في القرن 21 على مرأى العالم أجمع. وإسرائيل بالمناسبة منذ اليوم الأول لهذا العدوان اتخذت قرارا رسميا. أذكر على سبيل المثال ما كان قد صرح به يوآف جالانت وزير الأمن الإسرائيلي بأنه بقرار رسمي تقطع الماء والكهرباء وأيضا الغذاء عن أهالي قطاع غزة، وبالتالي هذه الأزمة هي أزمة كارثية. هؤلاء في شمال قطاع غزة الآن كلهم مصيرهم في خطر، يموتون جوعا، وبالتأكيد بعض عظام يعني الأطفال بدأت تظهر من أجسادهم نتيجة سوء التغذية، نتيجة الجفاف، وبالتالي المحاذير كبيرة والمطلوب أكبر. نعم. كل ما يشاع عن مساعدات هنا أو هنا. في ظل هذه العبارات التي قالها أكرم دلول عن الأطفال الذين بدأت عظامهم تظهر من تحت الجلد، موسى عاصي محلل ميادين للشؤون الأوروبية والدولية، وفي ظل أيضا ما رأيناه قبل قليل في تقرير الزميلة غراسيا بيطار، من وجهة نظر المنظمات الأممية هل دخلت غزة في مرحلة إعلانها منطقة مجاعة؟ بحسب المنظمات الأممية، اليونيسف، منظمة الصحة العالمية ومكتب المساعدات الإنسانية، حتى الآن تستخدم عبارة سوء التغذية الحاد الذي يطال حتى نهاية شهر يناير الماضي، كانوا 2 يناير، 1 من 6 أطفال، وهناك نحو 700,000 فلسطيني معظمهم من الأطفال على حافة الجوع أو على يعني قدم واحدة من السقوط في براثن الجوع. ولكن من هو أكثر صراحة من المنظمات الأممية التي تتحدث عادة بلغة دبلوماسية هم المقررون الخاصون، وهؤلاء يتحدثون بصراحة بأن المجاعة، شبح المجاعة يخيم على غزة، وأن إسرائيل تستخدم سياسة واضحة لتجويع الفلسطينيين، إن كان عبر عدم السماح لدخول قوافل المساعدات، إطلاق النار على قوافل المساعدات عندما تدخل، إطلاق النار على الفلسطينيين عندما يحاولون الحصول على المساعدات الغذائية. إذن نعم، نحن على يعني على مشرف على على يعني خطوات قليلة من المجاعة التي ستخيم على غزة، وهذا يعني في حال حصوله بأننا سنكون أمام كارثة إنسانية هي الأكثر والأكبر في هذه الفترة المحددة. يعني نحن نتحدث عن أشهر قليلة وصلنا إلى هذه الحالة من المجاعة وسوء التغذية. نحن لا نقارن اليوم بالمجاعة في دول أخرى كالسودان أو كبعض الدول الأفريقية التي احتاجت لسنوات طويلة من الجفاف وعدم الحصول على المواد الغذائية الأساسية للوصول إلى حافة المجاعة، بينما في غزة كان الأمر للأسف انقطعت الصورة من عند الزميل موسى عاصي. مشاهدينا، ناصر، نحن نتحدث، ناصر لحام عفوا محلل ميادين للشؤون الفلسطينية والإقليمية، نحن نتحدث عن جرائم بشعة وتجويع على مرأى العالم، هل يمكن القول أنه بنيامين نتنياهو نجح عن إخفاء هذه المشاهد عن الإعلام الغربي والأمريكي وأيضا الإعلام الإسرائيلي؟ تحياتي عبد الرحمن والزملاء والمشاهدين. لا يوجد أي ذكر في وسائل الإعلام الإسرائيلية لما يحدث على قضية التجويع، وهي ليست مجاعة بل تجويع. التصريحات التي طالبت بالتجويع والتي ذكرها الزميل أكرم تم إيرادها في الصحافة العبرية في الأسبوع الأول من الحرب، وقالوا سنقطع الهواء والماء والدواء والإنترنت ومياه الشرب
التي بالتأكيد سوف تؤثر على الكلى عند المواطنين، قالوا علنا ذلك، والولايات المتحدة سمعت وأيدت، والناتو سمع وأيد ولم يعترض على التهديد بالبدء في هذا الموضوع، وقاموا بقصف المخابز وقصف مراكز التموين وقصفوا محطات تحلية المياه، وكل شيء يمكن أن ينتج الشيء السليم الذي يمنع المجاعة، فتحولت إلى منطقة تجويع. الاحتلال لا يأتي على ذكر أي مشهد من هذه المشاهد، بل يركز دون كلل أو ملل للشهر السادس على التوالي على أن المستوطنين هم الضحايا، دموع وبكاء وكل هذا القضايا. الإعلام الغربي أيضا تعامى بالكامل من مصادرنا هناك بأنه لا يذكر ولا يشاهد المشاهد التي تحدث عنها الزميل أكرم أبدا، لا في الإعلام الأوروبي، وإن أرادوا الإنصاف فإنهم يتعاملون على أن الطرفين يعانيان أو الطرفين يهاجمان، لكن لا يوجد من يبحث عن الحقيقة. أقول نعم، نجح نتنياهو في تعمية المجتمع المستوطنين، وهذا سقوط كامل للإعلام الإسرائيلي ولمنظمات حقوق الإنسان في إسرائيل، سقوط كامل تام للمنظمات حقوق الإنسان والإعلام الغربي الأمريكي تحديدا. وفي ظل هذا الوضع وهذا المشهد القاتم أكرم على المستوى الإنساني وسياسة التجويع كما وصفها ناصر اللحام قبل قليل، الناس كيف يتدبرون أحوالهم هذه الأيام وما هي الخيارات أمامهم؟ الخيارات صعبة وأحلاها مر بالتأكيد عبد الرحمن. الناس يعني سئمت هذا الوضع، والناس بالفعل تتحدث عن سياسة تجويع ممنهجة يمارسها نتنياهو ووزراء حكومته والجيش الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل كامل. قطاع غزة وإن كنا نتحدث عن أن الأوضاع في وسطه وفي جنوبه قد تكون يعني أكثر أو أفضل حال مما يجري في شمال القطاع، إلا أنه يعني بشكل عام يتعرض إلى التجويع. نلحظ أن الشاحنات التي تدخل إلى غزة والمحملة بالمساعدات والمواد الغذائية معظمها ربما في اليوم الواحد لا يكفي لحارة سكنية واحدة. قبل هذه الحرب كانت تدخل إلى غزة 500 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية والطبية، اليوم بضع عشرات فقط هي ما تدخل إلى قطاع غزة، وبالتالي لا تكفي لشيء. الناس في شمال القطاع تحديدا منذ اللحظة الأولى لهذه الحرب، حرب التجويع، لجأوا إلى استخدام أعلاف الحيوانات أعزكم الله من أجل محاولة سد رمق أطفالهم، لكن هذه الأعلاف أيضا فقدت وبالتالي غابت عن الأسواق. بدأ الناس يذهبون لحشائش الأرض، ونحن نتحدث عن أن حشائش الأرض في غزة بالفعل أضحت طعاما لكثير من العائلات، لكن كل ذلك لم يجدي نفعا، وبالتالي التداعيات الخاصة بالوضع الصحي لأهالي شمال قطاع غزة وأهالي قطاع غزة بشكل عام تبدو كبيرة ووخيمة. وإن كنا نتحدث يعني عن أن الأوضاع في وسط وجنوب قطاع غزة أحسن بقليل، إلا أنها أيضا أوضاع تبدو كارثية. الناس هنا ما زالوا بالمناسبة في جنوب قطاع غزة يعانون المجاعة، فقط إن كان هناك فارق، الفارق متعلق بتوافر الدقيق إلى حد ما في أسواق جنوب قطاع غزة، لكن الفواكه، اللحوم، غيرها من الحليب الخاص بالأطفال بما فيه الحليب العلاجي وحتى الأدوية كلها منعدمة من الأسواق هنا، وبالتالي الأوضاع في كل محافظات قطاع غزة تبدو كارثية على مرأى العالم أجمع. وفي ظل هذه الأوضاع الكارثية موسى، إلى أي مدى تبدو المنظمات الأممية اليوم عاجزة عن تقديم المساعدات؟ هي عاجزة تماما بالفعل. هناك نية لدى هذه المنظمات وهم يعملون بشكل جدي بالفعل، خصوصا تلك العاملة في قطاع غزة أو في محيط قطاع غزة في الأراضي المصرية، ولكن أمام هذه المنظمات الكثير من العوائق. هذه المنظمات تطالب بصراحة بوقف إطلاق النار من أجل إيصال المساعدات، وهذا أمر محسوم، وقف إطلاق النار بيد إسرائيل والولايات المتحدة، وحتى الآن هذا الأمر غير ممكن، حتى أن القوافل التي تحاول الأمم المتحدة
إيصالها إلى قطاع غزة تتعرض لإطلاق النار مباشرة من القوات الإسرائيلية، ونحن لا نتحدث فقط عن مجزرة الخبز التي حصلت في نهاية الشهر الماضي في 29 من شباط الماضي، إنما بحسب يعني إحصائية لخبراء الأمم المتحدة هناك أكثر من 14 حادث إطلاق نار وقصف واستهداف لمجموعات كانت متجمعة لتلقي الإمدادات المطلوبة بشكل عاجل من الشاحنات أو عمليات الإنزال الجوي. يعني حتى عمليات الإنزال الجوي التي حاولت الأردن على سبيل المثال استبدالها بعدم القدرة على إيصال المساعدات برا، حتى هذه المسألة وهي غير كافية بطبيعة الحال لم يحصل عليها الفلسطينيون بسبب إطلاق النار الإسرائيلي المباشر على الفلسطينيين. أيضا هناك يعني كان اعتقاد ساد اعتقاد بأن إسرائيل قد تخجل على نفسها بعد صدور قرار المحكمة الدولية في 26 من كانون الثاني يناير الماضي، وأن تسمح بإدخال المزيد من الشاحنات شاحنات الأغذية إلى قطاع غزة. ولكن بحسب إحصائية لخبراء الأمم المتحدة قبل القرار كان هناك بمعدل وسطي 147 شاحنة تدخل يوميا إلى قطاع غزة. بعد القرار وخلال الشهر الماضي انخفض هذا العدد إلى 57 شاحنة كمعدل وسطي يوميا. يعني أن إسرائيل لم تتعاطى مع هذا القرار، بل تعاطت بالعكس تماما، وهي قلصت بشكل واسع الإمدادات التي كانت تصل. نحن نتحدث عن 57 شاحنة يوميا، بينما المطلوب كما ذكر الزملاء 500 شاحنة يوميا. وهنا يأخذنا السؤال ناصر لنسأل عن الاحتلال، إلى أين يمكن أن يصل بهذه السياسة، سياسة التجويع؟ أولا خلق المجاعة كانت سياسة مخططة، يتفق الجميع، المؤيد للمقاومة وحتى المدافع عن الاحتلال يتفق بأن هذا شغل مشغول، وهناك تقصد في خلق المجاعة في قطاع غزة. الهدف منها كان تهجير الفلسطينيين، فشلت. وصلوا إلى قناعة بأن القصف بالمدافع والطائرات، قذائف المقنبلة، القتل، التعرية، الاعتقالات، الاغتيالات، كل هذا لم يؤدي إلى انتصار إسرائيل. ثم التجويع، اكتشفوا بأنه ما قاله التفاصيل في إجابة الزميل أكرم مهمة للغاية، حتى لو أكلوا من نبات الأرض لن يرحلوا. اليوم المطالبات في المفاوضات التي مفروض أنه امبارح تعلن الهدنة واليوم تم تمديدها والنقاشات، على ماذا تدور النقاشات؟ إسرائيل تسمح بعودة النازحين من الجنوب إلى شمال قطاع غزة بشرط أن لا يكون في سن التجنيد، يعني شباب، حتى لا يحملوا السلاح، لأن إسرائيل خارف. إسرائيل التي تملك كل شيء ومعها الناتو وأمريكا لا تريد لشباب قطاع غزة، عددهم محدود وفي مساحة جغرافية، منهكين، جائعين، تعبين، مصابين، جرحى، لا تريد لمن هم في سن بين 15 و40 أن يعودوا إلى شمال قطاع غزة حتى يطمئنوا جنودهم. اثنين، المقاومة تصر على أن العودة ليس للنساء والأطفال بل للجميع أن يعودوا إلى شمال قطاع غزة. إذن انتهت قضية التجويع، إسرائيل وصلت إلى الجدار. إلى أين تريد أن تصل؟ جربت 5 أشهر، نعم، واقتنعت أن هذا الشعب الذي أمامك على الشاشة عبد الرحمن لو أكلوا من لحاء الشجر لن يغادروا منازلهم وسيعودوا إليه، وبالتالي انتصر الجائع على القاتل وانتصر أهل غزة على المخططات الشيطانية الصهيونية حتمية. وما يؤكد ما تفضلت به ناصر قبل قليل ما قاله الطفل في التقرير الذي استمعنا إليه في بداية التحليلية عندما رد بجواب واضح ولب عمري، يعني لا يمكن أن يقول هذه الكلمة. أكرم، بالنسبة لأرقام الشهداء الذين يرتقون اليوم بسبب الجوع، هل هناك من أرقام محددة، وإلى أين تشي الأمور بأنها تصل في ظل ما ذكره ناصر قبل قليل، هذه السياسة المتعمدة إسرائيليا؟ يعني حتى الآن ما أعلنته الجهات الرسمية عبد الرحمن في قطاع غزة 18 شهيدا معظمهم أطفال توفوا نتيجة سوء التغذية وكذلك الجفاف، هذا في شمال قطاع غزة. في الجنوب أيضا تم الإعلان عن وفاة شخص وهذا يرفع العدد إلى 19، الخشية من أننا مقبلون على مزيد من التجويع، على اعتبار كما تفضل الزملاء أن إسرائيل أصلا لا سيما بعد قرار
مجلس الأمن الدولي وأيضا القمة العربية الإسلامية التي انعقدت في السعودية، بالإضافة إلى قرار محكمة العدل الدولية. هذه القرارات الثلاثة الخاصة بتسريع إدخال المساعدات إلى غزة، إسرائيل قلصت المساعدات بدلا من أن تزيد من وتيرتها وتوسعها لتطال مختلف محافظات قطاع غزة. إسرائيل يعني حتى الآن تتحدث عن أنها ديمقراطية، أنها تراعي المدنيين في غزة، لكنها تقتلهم على مدار الساعة هنا في قطاع غزة. العدد مرشح لأن يرتفع بشكل كبير. هناك إرهاصات مجاعة محققة وفق الأنباء والشواهد على أرض الواقع، تحديدا في شمال قطاع غزة. نحن مقبلون على كارثة محققة، أو ربما نحن دخلنا في الكارثة، مقبلون على مرحلة متقدمة من هذه الكارثة عبد الرحمن، إن ما واصل الاحتلال سياسة التجويع. نحن نتحدث عن 50 سيدة فلسطينية ولدنا أو يعني وضعنا خلال هذه الحرب. هؤلاء كلهن بحاجة إلى غذاء خاص لهن ولأطفالهن. نتحدث وأحمد اعذرني على مقاطعتك نظرا لضيق الوقت المرضى. زميلنا أكرم دلول، أعتذر على المقاطعة. موسى بدقيقة لو سمحت، يعني إسرائيل تقريبا باستثناء السلاح النووي استخدمت كل أنواع الأسلحة في حربها على قطاع غزة، ما أثر ذلك على التغذية ولا سيما الغذاء المنتج محليا؟ الآثار كبيرة، خصوصا مع استخدام الفسفور الأبيض المؤكد من قبل تقارير للأمم المتحدة بأن الفسفور الأبيض استخدم بشكل واسع ولا سيما في الأراضي الزراعية، وهذا سيمنع المزارعين أو سيمنع التربة في غزة من الإنتاج الزراعي لسنوات طويلة، وإذا كان هناك إنتاج زراعي في هذه الأراضي فسيكون مسموما لسنوات عديدة، وبالتالي الزراعة في غزة ستكون منخفضة جدا حتى لو انتهت الحرب اليوم. أضف إلى ذلك أن القطاع الثاني المنتج محليا في غزة إلى جانب الزراعة هو القطاع البحري، الصيد البحري، وهذه المسألة أيضا قامت إسرائيل بتدمير هذا القطاع بشكل ممنهج ومقصود، ولن يكون بقدرة الصيادين الغزيين أن يعتمدوا على الصيد البحري بشكل تام كما كان قبل الحرب. ماذا سيعني ذلك؟ سيعني بأن القطاع غزة في حال توقفت الحرب الآن سيعتمد بشكل أساسي على المساعدات الغذائية الخارجية، على برامج الأمم المتحدة، وهنا لدينا يعني تواريخ ولدينا شواهد تاريخية على مساعدات الأمم المتحدة. نرى في اليمن كيف كانت مساعدات في البداية كاملة 100%، اليوم أقل من 40%. في السودان طلبت المنظمات الأممية 4.6 مليار دولار، حصلت على 1.4 مليار دولار للعام 2024. إذن المجاعة في غزة وسوء التغذية سيستمر لفترة طويلة حتى لو توقفت الحرب. وفي ظل هذا الوضع ناصر، نحن مقبلون على شهر رمضان المبارك، عن أي مشهد يمكن أن نتحدث بدقيقة؟ لأن المشهد هو المزيد من الصمود عند السكان الفلسطينيين عموما، سواء الفلسطينيين في لبنان، في الأردن، في الضفة الغربية، في القدس داخل الخط الأخضر، ودرة التاج سكان قطاع غزة. الصمود هو كلمة سر للبقاء الفلسطيني الذي ينبثق كل مرة ومرة. إسرائيل ربطت شهر رمضان بالملف الأمني وتتعامل معه أنه ملف أمني. بن جبير وسموتريتش يقولان بأنه شهر رمضان لا نريد أن يكون حمام دم لليهود. وكل حال من الأحوال ذات يوم أمريكا كانت تقايض الشعب العراقي النفط مقابل الغذاء. نحن نشاهد الآن نفس المدرسة الأمريكية يقايضون أطفال قطاع غزة الغذاء بسحب السلاح والاستسلام. هي نفس المدرسة الأمريكية، البصمات الأمريكية في كل الحرب. هذا الغرب المتوحش نقل مفاهيمه ليصدرها على السكان في قطاع غزة. شكرا جزيلا لكم ناصر لحام، موسى عاصي وأكرم دلول. ولا مشاهدينا إلى وثيقة اليوم. ارتفاع الدولار والتوترات الجيوسياسية يهزان الأسواق العالمية، هذا ما خلص إليه تقرير موقع أويل برايس الأمريكي في شأن تأثير ارتفاع الدولار والتوترات الجيوسياسية في الأسواق العالمية. ذكر الموقع أن سوق الصلب الأمريكي لا يزال يواجه رياحا معاكسة وانحدارا، حيث تتجه العقود الآجلة للغاز الطبيعي إلى انخفاض شديد، ويظل مؤشر الدولار قويا لكن مع انتهاء الربع الأخير من العام الماضي. قدمت البيانات الاقتصادية الأمريكية صورة
متعددة الأوجه. في هذا السياق مشاهدينا، يواجه كل من قطاعي الخدمات الاستهلاكية والعقارات رياحا معاكسة، أي ظروفا سيئة للاستثمار، حيث بدأ حجم التداول يتدفق مجددا على الأصول العالية المخاطر في ظل استمرار عائدات سندات الخزانة في التقلب، مع تنقل المستثمرين بين التحوط ضد التضخم والمخاوف في شأن النمو الاقتصادي. يأتي ذلك مع إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن موقف أكثر تشددا في شأن أسعار الفائدة، فيما أضافت الصراعات الجديدة في الشرق الأوسط مخاوف جديدة بشأن الاستقرار الجيوسياسي الذي يعاني بالفعل الحرب المستمرة في أوكرانيا. ذكر الموقع أن بيانات السوق الأمريكية للشهر الحالي قدمت إشارات متضاربة، في حين أن بعض القطاعات مثل الرقائق الدقيقة والذكاء الصناعي لا تزال تشهد ارتفاعات قوية وتدفع المؤشرات إلى الارتفاع، فأن قطاعات أخرى منها الخدمات المالية والخدمات الاستهلاكية لا تزال عالقة في رياح معاكسة، وظلت الأسعار مرتفعة بالنسبة إلى سوق الأسهم، فيما حقق مؤشر الدولار مكاسب متواضعة. عن هذا الموضوع مشاهدينا سنسأل محلل ميادين للشؤون الدولية والاستراتيجية منذر سليمان. أهلا بك معنا منذر. والآن جيروم باول لديه أيضا مؤتمر صحفي، لماذا هذه التحذيرات الدولية من إمكانية تباطؤ الاقتصاد العالمي؟ يعني كان أبرز هذه التحذيرات ما صدر عن الأمم المتحدة ولاحقا عن منذر العالمية لهذا العام ستكون قاتمة. يعني كان التركيز على التحديات التي يمكن أن تواجهها، بما فيها تصاعد الصراعات. طبعا أوكرانيا مستمرة ولم يكن هناك اعتبار بأنه العدوان على غزة سيستمر إلى هذه الفترة، والتداعيات التي تجري على التجارة العالمية وعلى الملاحة الدولية بسبب أيضا مساندة غزة من قبل أنصار الله في اليمن، استمرار ارتفاع أسعار الفائدة أيضا شكل يعني هاجسا أساسيا. يضاف إلى ذلك زيادة الكوارث الطبيعية في العالم التي نشهدها في كل المناطق. النمو تراجع من 2.7 إلى 2.4 يعني بين عام 2022-2023، وينتظر أنه يكون أقل في العام القادم. ومشكلة ارتفاع يعني قيمة الدولار أنها تؤدي إلى مزيد من المشكلات على المستوى الاقتصاد العالمي. ناهيك الآن، ولكن بسبب أيضا جائحة كورونا لم تتعافى كليا، لم تخرج الولايات المتحدة من دائرة الخطر. موضوع صحيح أنها عالجت جزئيا موضوع التضخم، ولكنه لا يزال يطل برأسه بشكل قوي. وكما أشار التقرير إلى أنه في هناك قطاعات مثل قطاعات يعني الاستهلاكية وأيضا القطاع للأسف انقطعت الصورة مع الزميل منذر سليمان، سينضم إلينا مشاهدينا بعد الفاصل مع الزميل رضا الباشا ومحمد الفهد. فاصل ونعود بعده لمتابعة التحليل، يبقوا معنا. فشلت وعود زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني بالإصلاحات في تخفيف رقعة التظاهرات، فمثلت الجبهات مع الجيش السوري منفذا للهيئة من أجل التصعيد العسكري، ما يحرف الأنظار عن مظاهرات إدلب. وعود يطلقها أبو محمد الجولاني هنا في أول خطاب موجه لأهالي شمال غرب سوريا المنتفضين على إمارته. عفو عام وإصلاحات في هيئة تحرير الشام، والعمل على محاسبة الفاسدين في الذراع الأمنية للهيئة، وإنصاف من ظلمتهم صياط السجاني في أقبية الجولاني. وعود ما لبث أن تلاشت على صوت الرصاص. في بلدة دارة عزة بريف حلب الغربي، وجد المتظاهرون أنفسهم أمام وابل الرصاص الحي. أصداء الرصاص سمعت هناك في مدينة الباب. خرج الأهالي نصرة لدارة عزة في ليلة يبدو أنها ستكون بوابة لمتغيرات جذرية شمال غرب سوريا. الجولاني لنا عنده حق، ولا بد إلا أن يفي به. قتل أبناءنا، سجن رجالنا، يتم أطفالنا. فشلت كافة المساعي الرامية للحد من اتساع رقعة المظاهرات في إدلب.
خرج الناشطون المقربون من الهيئة ليحذروا من مخاطر المظاهرات، لوحوا بعصا الحرب معتبرين أن مؤامرة كبرى تحاك ضد قيادة أبو محمد الجولاني للمنطقة. الأمور اللي عدينا فيها في المناطق المحررة، اللي صار فيها ظلم، واللي صارت فيها الأحداث الأخيرة اللي حصلت، هي كان في وراءها أمور دولية وأيضا أخطاء من قبل المسؤولين الموجودين في السجون، اللي صار فيها سحب سواء من أمور داخلية وأيضا الأمور اللي بتتعلق في المدنيين. كلام لم يلقى آذانا صاغية، لتكون الجبهة مع الجيش السوري وجهة لهيئة تحرير الشام في مسعى منها لتصدير أزماتها الداخلية. 4 محاولات تسلل في أقل من 24 ساعة أفشلها الجيش السوري، واستهدفت نقاطا له في أرياف حلب واللاذقية وإدلب، سيناريو كان متوقعا كخيار يلجأ إليه الجولاني للحد من تصاعد وتيرة المظاهرات ضده. ترتفع وتيرة المظاهرات ضد هيئة تحرير الشام في إدلب، ومعها يصدر صوت الرصاص، ليبدو وكأنه أول مسمار يدق في نعش إمارة الجولاني شمال غرب سوريا. رضا الباشا، حلب، الميادين. هل ستخفف رضا الباشا مراسل ميادين في حلب هذه الخطوات من الجولاني أو هذه القرارات، هل ستخفف من وتيرة التظاهرات في إدلب؟ عبد الرحمن، بطبيعة الحال إلى الآن نحن أمام ارتفاع وتيرة التظاهرات. اليوم كنا أمام مشاهد تظاهرات جديدة في ريف حلب الغربي وتحديدا في مدينة الأتارب، وأمام المخفر التابع لهيئة تحرير الشام في بلدة الأتارب خرجت مظاهرة نسوية اتهمت الجولاني بأنه ينسق بشكل مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية وبأنه ذراع للسياسة الأمريكية في شمال غرب سوريا، وطالبوا بإسقاط الجولاني. وكذلك الأمر أيضا مظاهرات في بعض قرى وبلدات محافظة إدلب ومدينة إدلب. هذه المظاهرات تشي بأن هذه الوعود التي أطلقت حتى هذه اللحظة والتي أطلقها الجولاني، أو حتى البيان الصادر عن حكومة الإنقاذ والتي أعلن فيه بأنها ستعلن عن عفو عام عن كافة السجناء المتواجدين في السجون، على ما يبدو إلى أنها حتى هذه اللحظة لم تلقى أذانا صاغية، خاصة وأننا أمام متظاهرين يطالبون على الأقل بمصير أسرى وسجناء ومعتقلين في سجون الجولاني منذ أكثر من 5 سنوات، وهؤلاء مصيرهم مجهول. يعني الأهالي يقولون بأن أبناءنا معتقلين في سجون الجولاني منذ عام 2018 2019 2020 حتى هذا اليوم، ولم نتمكن من التواصل معهم، لم نتمكن من أن نرى أي أثر لهم، لم ينقل لأي أحد لنا معلومة عن هؤلاء. هنا السؤال الأبرز، حالة العفو العام التي أطلقها الجولاني، كيف ستحدد مصير هؤلاء الذين هم في السجون؟ ومن المتوقع بأن الكثير منهم قد فارق الحياة ودفن في مقابر سرية، هذه المقابر التي كشفت إحداها وأدت إلى انفجار التظاهرات في وجه الجولاني. ماذا إن تكشفت الحقائق أكثر وتبين أن عدد القتلى داخل سجون الجولاني هو أكثر بكثير من العدد الذي كان داخل هذه المقبرة؟ هذا يعني بأننا سنذهب أمام لربما تظاهرات تكون أعنف مما هي عليه الآن، أو لربما على الأقل تقدير ستكون هي أوسع مما هي عليها الآن. اللافت كان أن هناك أيضا جرأة في الخطاب خلال هذه التظاهرات، محلل ميادين للشؤون الدولية والاستراتيجية منذر سليمان، هل سيتمكن الجولاني من السيطرة على المنتفضين على إمارته، أم أن الأمور تقترب من الخروج على السيطرة؟ المشكلة الرئيسية هي أنه الحالة الاقتصادية الاجتماعية الصعبة في سوريا عموما ليست مستثنات يعني إدلب والمناطق التي سيطر عليها هيئة تحرير الشام من ذلك، يعني هي تعاني أيضا مشكلات، وخاصة في ظل تراجع الدعم الخارجي، في ظل تراجع أيضا موضوع العوائد على المعابر وغيرها. والذي يضيف إلى المشهد أيضا هو الاقتراب ما يعتبرونه موعد بدء الثورة التي يعني جرت في سوريا بامتدادات ما كان يسمى الربيع العربي. وواضح تماما أنه العديد من هذه التظاهرات تتم بتحريك من جماعات تم القضاء عليها سابقا من قبل الجولاني، ومن أعضاء سابقين أيضا ربما كانوا في الهيئة وتم تجريدهم من مواقعهم،
بالإضافة إلى مسألة التي تم الإشارة إليها، المفقودين والذين قتلوا على يد الجولاني وأيضا السجناء. كل هذه العوامل مجتمعة سيكون من الصعب قدرة الجولاني السيطرة عليها، خاصة أنها تستمر بوتيرة عالية وأيضا لأيام متتالية. يعني نحن نشهد أكثر من أسبوع تقريبا مستمرة هذه التحركات. إذن لن يكون يمتلك عصا سحرية في ظل هذا التمرد الحقيقي. نزعة جديدة أنه في قطاع الشباب يعود إلى التحرك ضد الجولاني، وهذا أيضا ليس فقط من القيادات السابقة أو ما كان من مسؤولين عسكريين سابقين تم تجريدهم صلاحياتهم أو اعتقالهم. على كل حال أيضا على حدود سوريا هناك العراق، مراسل ميادين في بغداد محمد الفهد، هنا لابد أن نسأل أيضا عن حالة المجموعات المسلحة في العراق، هل ما زالت تشكل أي تهديد للأمن العراقي بعد سنوات من تحرير الأراضي العراقية؟ محمد؟ يبدو أن الزميل محمد الفهد لا يسمعنا. نعود للزميل رضا الباشا. رضا، في ظل هذا الوضع المتأزم الذي يعيشه أبو محمد الجولاني، هل يمكن القول أنه هذا هو السبب بأنه يهاجم المواقع الجيش السوري في الفترة الأخيرة؟ وهل يمكن أن يؤدي ذلك إلى الحد من هذه التظاهرات أو ربما حتى إنهاء هذه التظاهرات؟ عبد الرحمن، بطبيعة الحال الهجمات على مواقع الجيش السوري هي هجمات يريد الجولاني من خلالها أن يزاود على باقي الفصائل المسلحة بأنه الجهة الوحيدة التي لم تخضع إلى التفاهمات في أستانا أو تخضع إلى مناطق خفض التصعيد في أستانا أو التفاهمات التركية الروسية وغير هذه التفاهمات، ويريد أن يقول بأنه هو الوحيد القادر على أن يواجه الجيش السوري وحلفاء الجيش السوري في الشمال السوري، وبأنه الضامن لبقاء بعض المناطق خارج سيطرة الدولة السورية وعدم تسليم هذه المناطق. ولذلك هذه اللغة وهذه اللهجة بطبيعة الحال ستؤدي إلى شد عصب العسكريين أكثر إلى جانب أبو محمد الجولاني، لذلك يكون الرهان دائما أمام الأزمات الكبرى التي تمر فيها إدلب وشمال غرب سوريا. يراهن أبو محمد الجولاني على أن يتجه مباشرة إلى الجبهات، يتجه مباشرة إلى مهاجمة مقاتلي الدولة السورية وللجيش السوري على جبهات ريف حلب الغربي أو حتى على جبهات اللاذقية وجبهات مدينة إدلب. ولكن هذا الأمر في بعده الآخر أيضا، هناك أيضا تلبية للمطالب الأمريكية بأن يبقى شمال غرب سوريا هو منطقة مشتعلة، تبقى منطقة مضايقات وتضايق الجيش السوري والروسي، وأن تبقى أيضا خارج إطار التفاهمات. ولذلك نلاحظ بأن اليوم أبو محمد الجولاني يلوح عن طريق بعض الناشطين الإعلاميين بأن هناك غضب تركي، وإن كان ليس بالتصريح المباشر، ولكن الإشارة كانت من خلال الناشطين التابعين لهيئة تحرير الشام خلال الأيام الماضية بأن هناك دولة خضعت إلى تفاهم مع روسيا أو تدخل في تفاهم مع روسيا من أجل الوصول إلى صيغة لحل المشكلة في شمال غرب سوريا بشكل كامل، وهذا ما رفضه أبو محمد الجولاني الذي بات لديه علاقات سياسية مع دول أخرى. هذا ما قاله طبعا الناشطون، وهذا إن دل فيدل فعليا بأن أبو محمد الجولاني ذاهب في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وتطبيق سياسات الولايات المتحدة الأمريكية إلى النقطة الأخيرة من أجل المواجهة وأبقاء هذه المنطقة منطقة مواجهة مع الدولة السورية. ولذلك لاحظنا أيضا في المظاهرات رفعت شعارات لأبو محمد الجولاني تقول له بأنك عميل للأمريكان وبأنك عميل للسياسة الأمريكية، ولذلك تقوم بهذه الأعمال من أجل حرف الأنظار عن المظاهرات ومنع الأهالي من المطالبة. طبعا المطالبات عبد الرحمن، النقطة الفارقة، المطالبات إلى اليوم كانت تطالب دائما بالأسرى، بالمعتقلين، بالمفقودين. يعني نحن أمام مظاهرات ضد أبو محمد الجولاني كانت خفيفة وكانت على مدار على مستوى ضيق في قريتين أو ثلاثة في إدلب خلال العام الماضي، ولكنها اليوم تتوسع بشكل كبير جدا وتشمل أكثر من 17 نقطة في إدلب، وجميعها يؤكد المطلب الرئيسي هو المعتقلين في سجون الجولاني والمفقودين ومجهولي المصير في سجون الجولاني منذ سنوات.
وهنا أيضا لابد أن نسأل عن نقطة مهمة منذر، وهي الدعم المالي الخارجي. إلى أي مدى تراجع هذا الدعم هو أحد أسباب هذه الاضطرابات أو هذه التحركات التي نراها في إدلب؟ يعني بالتأكيد تراجع هذا الدعم، يعني كانت دول الخليج تقدم مساعدات مباشرة. تركيا يعني كان التعاون القطري التركي، هو يعني تركيا ربما لا تقدم الأموال ولكنها كانت تقدم الدعم اللوجستي أو هي تسهل إيصال هذه المساعدات. إضافة إلى ذلك تقليص المعابر التي كانت هيئة تحرير الشام تسيطر عليها إلى معبر واحد لا يزال فقط، أيضا هذه الأمور تراجعت في ظل أيضا الأوضاع الاقتصادية الصعبة جدا. كل ذلك أدى إلى غليان يحدث في أسبابه بالطبع، يعني ما يمكن اعتباره نوع من الثأر من قبل الجماعات التي أدت نزعة التفرد والسيطرة والهيمنة التي حاول الجولاني ومارسها في تلك المنطقة. هناك ردات فعل عليها تستغل أيضا صعوبات الوضع الاقتصادي والاجتماعي القائمة ويتم التحرك. لذلك سيكون هناك استمرار لهذا العمل لهذا الوضع، وهناك أيضا تخلي عن مستوى الدعم الذي كانت تقدمه الدول سابقا. وصحيح أنه لا يزال الورقة التي يمكن الاستفادة منها، وهو حاول تقديم نفسه كزعيم ليس زعيما إرهابيا وقدم أوراق اعتماده عبر مقابلات صحفية مع يعني صحفيين أجانب ليقول للولايات المتحدة أنا أحارب الإرهاب ولست إرهابيا، وتخلى عن زي الجهادي ووضع يعني زيا مدنيا عصريا. كل هذه المحاولات هي أيضا تذكرنا بأنه كيف أن الولايات المتحدة التي وضعت جائزة كبرى على رأسه لا تستطيع اصطياده أو لا تستطيع معرفة أين مكانه، وهي وضعت 10 ملايين دولارات على رأسه. كل ذلك يعني يعطينا الانطباع بأنه الدور الوظيفي كما تفضل الزميل رضا لا يزال دور يمكن استخدامه، وبالتالي لا يوجد لي يعني إن كان حتى على مستوى أنقرة أو على مستوى الولايات المتحدة لا تزال تجد مجالات يمكن استغلال واستخدامه، ولم تسقط ورقته حتى الآن رغم أن هذه المظاهرات والاحتجاجات الشعبية قد تهدد فعلا قبضته وتؤدي إلى تفسخ لاحق في جبهة يعني في هيئة تحرير الشام. ولكن هذا الأمر لا يزال حتى الآن هو يحاول التعويض عن كل هذه الثغرات بالهجمات التي يحاول يعني التذكير بأنه دوره ضد الجيش السوري وضد الدولة السورية هو دور أساسي ولا يمكن الاستغناء عنه. على كل حال ربما هذه الأسباب التي تدفع هيئة تحرير الشام والمقربين منها رضا اليوم إلى الحديث عن مؤامرة خارجية ضد شمال غرب سوريا. وقبل أن نذهب للزميل رضا مشاهدينا، ننتقل للزميل محمد الفهد لنسأل عن وضع هذه المجموعات الإرهابية المسلحة محمد في العراق، هل ما زال لها أي وجود بعد تحرير العراق لأراضيه؟ هل تشكل أي خطر على الأمن العراقي؟ تحية لك عبد الرحمن وللزملاء الأكارم. هذه هي الجماعات المسلحة والمرتبطة بفكر أيديولوجي ربما امتد لمساحات واسعة من العراق أو مساحات معينة من غرب العراق وصولا إلى شرق سوريا في السنوات الماضية، فهي الآن تعاني تقطيعا لهذه الأوصال بعد أن تمكنت بغداد من الانتصار على تنظيم داعش وتحرير الأرض ولا سيما محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين. الحكومة العراقية قبل أيام أكدت بأن تنظيم داعش لا يشكل أي تهديد للعراق، وذلك بعد الضربات الكبيرة التي تلقاها هذا التنظيم وأيضا ما تلا الانتصار من ضربات موجعة كبيرة استهدفت الخلايا التي حاولت تنشيط نفسها وأيضا بعض القيادات من الخط الثاني بعد قتل أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم، وبالتالي أن هذا التنظيم خسر كل الأرضية إن كانت أرضية اجتماعية أو أرضية جغرافية في العراق بعد هذا الإطباق الأمني الكبير. بعد تأكيدات الحكومة وتأكيدات القيادات الميدانية فإن هذه الجماعات لا الآن باتت لا تتمتع بأي بقعة جغرافية للتحرك، ولا أيضا لا تستطيع أيضا التوغل داخل البناء المجتمعي لاعتبار أن كل المجتمعات التي عاشت تحت وطأة تنظيم داعش منذ العام 2014 إلى عام
2018 هي الآن خارج الحسابات ومرفوضة تماما من أي ربما تجمع اجتماعي في العراق. ووفق هذه التأكيدات فأن التهديد الآن لا يمكن أن يكون واقعا في العراق، وأن بغداد أبدت استعدادها أيضا لملاحقة التنظيم أو الخلايا المختبئة، وأيضا مسك الأمن بعد انسحاب القوات الأمريكية. وفي ظل ما كنا نتحدث عنه قبل قليل رضا، حديث هيئة تحرير الشام والمقربين منها عن مؤامرة خارجية اليوم على شمال غرب سوريا، هل فعلا هذا الطرح منطقي كما يتحدثون؟ عبد الرحمن، هذا الطرح هو خلق مع بداية أبو محمد الجولاني بعمليته الأمنية من أجل تصفية المعارضين أو الرافضين لسياسة أبو محمد الجولاني الذاهبة كثيرا لتطبيق السياسات الأمريكية، أو حتى العمل على تطبيق بعض أو تنفيذ بعض الأجندة الأمريكية سواء في سوريا أو حتى من خلال تدريب داعش خراسان في شمال غرب سوريا تحت راية الحزب الإسلامي التركستاني، ومن ثم نقلهم إلى أفغانستان وباكستان من أجل توجيه ضربات في تلك المنطقة. هؤلاء كانوا يرفضون سياسة أبو محمد الجولاني، لذلك ذهب أبو محمد الجولاني لتصفيتهم واتهمهم بالتواطؤ والتعامل وتحديدا مع روسيا والدولة السورية، ومن ثم إشارة مبطنة بأنهم كانوا ينفذون سياسة تريد الإطاحة بأبو محمد الجولاني، ولكن هذا الأمر ثبت بأنه أمر غير صحيح، وأجبر الجولاني على إطلاق سراح معظم القيادات الأمنية والعسكرية التي قام باعتقالها. اليوم يكرر هذا المشهد مرة أخرى ويقول بأن هناك من يسعى لإيجاد أجندة وأن يكون الشارع هو المطية لتطبيق الأجندة الخارجية من أجل الإطاحة بأبو محمد الجولاني، ولربما هذا الأمر بطبيعة الحال سيكون سببا في مرحلة لاحقة في حال اشتدت المظاهرات من أجل المواجهة لهذه المظاهرات بالعنف وباستخدام القوة من أجل مواجهة هذه التظاهرات. هذا الأمر بطبيعة الحال. الحديث عن مؤامرة إلى الآن لم يثبت، سواء كان باتهام العسكريين تابعين لهيئة تحرير الشام أو اليوم باتهام المتظاهرين بأنهم يتبعون إلى مؤامرة ومطية خارجية، يمكن أن يكونوا مطية للخارج. منذر، لابد أن نسأل ونحن نتحدث عن هيئة تحرير الشام عن واشنطن وأنقرة، ما هو موقفهما مما يحصل اليوم في شمال غرب سوريا؟ يعني كنا أشرنا في السابق إلى أنه الدور الوظيفي الذي تراه واشنطن، وكان سبق أيضا جيمس جيفري أن تحدث على أنه يعني كان هناك تواصل بين واشنطن وبين الجولاني، وهو محاولة خلع عباءة الإرهاب والقول عنه لا يصح لكم أن تتهموني بالإرهاب، بالعكس أنا قادر على أن أكون يعني شخص عصري وبعيد، وأنني أنا الذي يعني أحاول أن أضبط الجماعات المسلحة الأخرى، ولكن أيضا الدور الوظيفي الإقليمي. يعني كان هناك كما تم الإشارة إلى موضوع الخدمات التي يمكن أن تقدم والتي وصلت إلى مشاركة جزء من الذين تدربوا في المنطقة إلى أوكرانيا، وأيضا لمناطق أيضا لمحاربة روسيا في مناطق تحت سيطرة روسيا. كل هذا الأمر يعني يجعل أن هناك احتياطي بالنسبة لواشنطن لا ترغب فيه. يعني نتحدث عن العمليات التي من وقت لآخر تقول بأنها تحارب الإرهاب وهي سبب تواجدها في العراق وسوريا، ولا نجد أنه أي استهداف تم لمنظمة مصنفة إرهابيا وخاصة له. أما بالنسبة لتركيا فهناك نوع من المراعاة حتى الآن للوضع الذي تستفيد فيه تركيا، دون رغم أنه سعيها عبر الجيش الوطني الذي يعني ترعاه بأن يكون هو في مرحلة ما القوة المسيطرة، ولكن حتى الآن لا يزال هناك تواصل يعني وانسجام وتناغم لم يصل بعد إلى مستوى الخلافات التي تجعل الجولاني بعيدا عن التوجهات التركية التي تجده أنه سيشكل عاملا مساعدا لها في حربها ضد قسد عند الحاجة والضرورة. من المعروف محمد أن هناك مطالب ملحة اليوم لمغادرة الولايات المتحدة الأمريكية للأراضي العراقية، هل هناك جهوزية أمنية عراقية لإدارة هذا الملف الأمني، خاصة في ظل تصدع الوضع كما نشاهد في إدلب وفي شمال غرب سوريا لهذه المجموعات؟
يعني بطبيعة الحال عبد الرحمن أن ربما تخادم المشروعين الأمريكي وحتى مشروع التنظيمات الإرهابية في المنطقة ربما يختار بعض التوقيتات من أجل التحرك، لكن أن مشروع داعش في العراق بعد أن عملت بغداد بتشكيلاتها المسلحة في الميدان ولا سيما قوات الجيش ومكافحة الإرهاب وتشكيلات وزارة الداخلية والحشد الشعبي على تجفيف منابع هذه الخلايا وملاحقتها بشكل ذاتي، أي أن بغداد بعد الانتصار على تنظيم داعش شنت عمليات كبيرة إن كانت استخبارية وإن كانت عمليات عسكرية ميدانية، ففككت هذا التنظيم بشكل كبير وقضت على قياداته وعناصره المختبئة من أجل تفويت ربما الفرصة على هذا التنظيم من أجل استغلال بعض الظروف التي تشهدها المنطقة من أجل التحرك. الحديث عن مطالبة القوات الأمريكية بالخروج أيضا، كان هنالك حديث بأن مشروع ربما فسح المجال لخلايا داعش ولا سيما القريبة من الحدود العراقية السورية ضمن نفوذ القوات الأمريكية لا سيما قرب قاعدة التنف أو في هذا الشريط الحدودي، لاعتبار أن هذه المجاميع ربما تحصل على بعض المساحات للتحرك، فأن هذه الجماعات لن تشكل تهديدا، وبالتالي إذا ما خرجت القوات الأمريكية فأن الجهوزية العسكرية العراقية على أتم الاستعداد لمواجهة أي خطر ربما يهدد هذه المخاطر. هذا مضافا كما تحدثت عبد الرحمن أن لابي اجتماعية لهذه الجماعات من أجل ربما تنشيط خلاياها أو تنفيذ عمليات كما حصل فيها السابق، كان داعش ربما يستفيد من بعض النقاط الجغرافية للتحرك أو الاختباء بين الأهالي، اليوم هو يخسر الميدان ويخسر أيضا عناصره وخطوط إمداده وأيضا حتى البيئة الحاضنة له في مختلف مناطق العراق. شكرا جزيلا لكم محمد الفهد، منذر سليمان ورضا الباشا، شكرا دام لكم مشاهدينا على المتابعة، إلى اللقاء.